المفروض الطبقة السياسية الآن للكاظمي تنصب له تمثال من طبقة سياسية مرفوضة من الشعب، ولا أحد يتحمل مسؤولية ما حصل، ولا أحد يقبل بمسؤولية رئاسة الحكومة إلا طبقة سياسية مرضى عنها أو مسكوت عنها، وانتهت وخمدت شرارة التظاهرات. هسه بزين بشين خمد التظاهرات. قل لي شو استلم الكاظمي؟ مثل ما قال أستاذ نزار، قال هو مهمته هو إجراء الانتخابات. شو استلم ميزانية؟ ميزانية واحدة، وبقى بالسنتين اللي بقى بيهن يداور بقانون واحد على 12. فشنو اللي قدر الكاظم يسوي مثلا؟ انتخابات، واشكلتوا على الانتخابات يا ابو مزورة، والان انتوا نتاج هذه الانتخابات المسمات مزورة. حلو. الان الحكم بيد الاطار. طيب وين الكاظم اللي مثل ما قدمه؟ الخدمات ما اعتقد 115 مليار. شو هي 115؟ اللي بالخزينة دولار؟ لا لا لا، دقيقة واحدة واحدة. التراكمات اللي صارت ب 20 سنة، ب 18 سنة ذبيتوها براس الكاظمي، والكاظمي واجبه هو إجراء الانتخابات. حلو. لا خدمات ولا تقديم شيء، ومع ذلك سلم الخزينة مو مثل ما سلمها القبله، اجى خزينة خاوية. ما عادل عبد الملك سلمها ب 30 مليون دولار، ما ادري 3 مليون دولار، مو اكثر من هذه. رواتب ما سلمها بفائض مالي ب 100 مليار دولار، وبخزين من الذهب 135 طن. انا اريد اسال سؤال، ان شاء الله الله يعطينا عمر ونشوف ايش قد راح يسلم هسه حكومه السيد السوداني للي بعده. يلا هم بهذا الفائض لو غيره ان شاء الله بفائض. هذا تعليقي. طيب لحد الان رجوع الى سؤالك. عفوا استاذ. نعم. الدعم. نعم استاذ نزار. ال 100 مليار الان صارت 80 مليار، لان 20 مليار مدوا ايديهم عليها. يا الله استغلوها. الله يسلمك. نعم. الخسارات تفارق التصريف العمله الدولار. اي صح. يتحملها الفائض.